الحصان. ادي صدري مفتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي. مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. برأت غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوة انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه. عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت لا يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها. انت لازم يتعمل لك زار وتترقي. انت اكيد ملبوسة. يا اخي ولا ملبوسة ولا مكبوسة، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانة المهنية بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال. عناب لو البيت بوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا البركه فيك، ما هي تربيه ايديك. وانت ما تمرش فيك التربيه ليه؟ اثر في يومك اللي مش فايت ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانه، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك عشان ما تخسريش كل حاجه، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشه، وما ينكرش البغاشه غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقول لك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعت لك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها تبي اوب. سلام يا نجمه. شكرا يا ايمن. واضح انك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان ايام ما كان في مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ انهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي.
قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. ركزوز تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي. انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حقيقتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده ايه يا ستي؟ التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انتوا قلتيه اختراع للتوك توك؟ يا زوز يا زوز تعال. فوتنا بوري. عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستعواني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلامة عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه. يا لهوي يما ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيره كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه، قرفانه، اي حاجه. لا الحكايه مش حكايه قرف ولا حكايه زهق. كل من بصيتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايبها لك وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا. انا عايز افهم في ايه؟ ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرتي عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزه اعرف ايه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتنا يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام. ربنا ينجيه من كل شر وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرة. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي. خميس ده متجوز مراته. ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها. أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان. كانت
حياتها، بس ده قال عني مراته. ما هي لازم تعرف يا غايبة، دي كانت ببصلي زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقوله جاية ليه؟ نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلم هتكلم أقوله إيه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فارق يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل، ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انتي اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ انا قلت كده برضه، بس انا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي؟ زي